حماية للطلاب من الفراغ وآثاره السلبية، واستثمار الوقت بالبرامج المفيدة واكتشاف المواهب الشبابية وصقلها لدعم خبراتهم وتنمية مهاراتهم الثقافية والرياضية والعلمية. يتواصل عمل المراكز الصيفية التي أقيمت في الساحل الغربي بدعم من دائرة الشباب والطلاب بالمؤتمر الشعبي العام والمقاومة الوطنية. مجمع 22 مايو بالخوخة ومدرسة الزهراء بالمخا شهدتا إقبالا كبيرا من قبل الطلاب المشاركين من كل المناطق المحررة. باسمي وباسم المجلس المحلي وباسم أعضاء السلطة المحلية نتقدم بالشكر والتقدير والامتنان للأخ القائد العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح. الجيل الذي نريد أن يكون بمخي فقط كيف يبنى هذا الوطن، أمانه وحبه للوطن، هذا ما نريده منكم. أحيي على الأخوة القائمين على هذا المركز، كل من ساهم وشارك في هذا المركز. طبعا أنا سعيد بتواجدي معاكم في هذا اليوم، بداية للمركز الصيفي. نحن نشجع مثل هذه المراكز الصيفية التي تخدم الشباب، التي تخدم الشباب في المجال الثقافي والمجال الرياضي والفكري. نحن اليوم نستعز بكم ونفتخر بكم أبناءنا الشباب، لأن الشباب نحول عليه بناء الوطن. فإذا بنينا شباب نعتبر بنينا دولة، بنينا دولة القانون، دولة النظام. فالشباب هم الدكتور وهو المهندس وهو الطيار وهو الوزير، أنتم الدولة المستقبلية. الهدف لأجل الأبناء، الهدف لأجل التنشئة الحقيقية لهذا الجيل اليمني الجديد. نسأل من الله العلي القدير أن تكون هذه المرحلة مرحلة استفادة للجميع. ولاؤهم لله والوطن لا لشخص ولا جماعة التحقوا بهذه المراكز رغبة منهم للاستفادة من الأنشطة العلمية والثقافية وتنمية قدراتهم المعرفية والرياضية ولتطوير الذات واكتساب المهارات وخلق روح المحبة والتآلف وتعزيز قيم التسامح والإخاء ونبذ التعصب والتطرف والأحقاد والتحلي بالوسطية والاعتدال منهجا وسلوكا، ولإعدادهم ليكونوا قيادات مسؤولة وواعية تخدم المجتمع وقضاياه وتقوم بدور فعال في التوعية المجتمعية من خطر الفكر الحوثي المنحرف والدخيل على شعبنا وهويتنا الدينية والثقافية. العصابة دائما في روحها تقتل وتتهم الآخرين بالقتل، تكذب وتتهم الآخرين بالكذب. تقول الله أكبر والموت لأمريكا وتقتل اليمنيين، تلعن إسرائيل واليهود وتشوه صورة الإسلام. هذه هي العصابة الحوثية. أنا أود أن أقدم لكم بعض المعلومات عنها. طبعا تقام المراكز الصيفية بالساحل الغربي بدعم وبرعاية من دائرة الشباب والطلاب بالمؤتمر الشعبي العام والمقاومة الوطنية، حيث أقيمت هذه المراكز في المديريات المحررة وكان الإقبال كبير عليها، وكما شاهدتم أبناءنا الطلاب يمارسوا جميع الأنشطة التي أقيم من أجلها هذه المراكز، والحمد لله المراكز ناجحة والكثافة كبيرة حتى لم نستطع أن نستقبل كل من أتوا إلى هذه المراكز. الهدف تحقق وهو استقبال طلابنا وقتل الفراغ الذي عندهم بالفترة الصيفية، وأيضا صقل المواهب من أبناءنا الطلاب سواء كانت الرياضية أو المواهب الفنية والثقافية، أيضا
التوعية لأبنائنا الطلاب والولاء الوطني والاعتدال والوسطية التي فقدت في كثير من البلدان العربية وبالذات باليمن. لقد سرني ما شاهدته اليوم في مجمع 22 مايو وذلك تحت رعاية دائرة الشباب في المؤتمر الشعبي العام، وما شاهدته صراحة يتلقى القلب من التنظيم والرعاية للشباب في هذا المخيم. هؤلاء هم بناة المستقبل والذي نعول عليهم كل الأمنيات لبناء هذه المديريات. وطبعا نشكر عميد طارق محمد صالح الذي حرص على إقامة هذه المخيمات من أجل وحدة الصف وبث هؤلاء الشباب روح الوطنية. استمتع الطلاب بالفقرات والأنشطة المتعددة من حلقات ذكر ومحاضرات ودروس علمية، ويقضون أوقاتا ممتعة في لعب كرة القدم والتنس وغيرها من الألعاب المفيدة التي تساعد في بناء العقل والبدن وتحفز التفكير وتنمي الروح الرياضية والاجتماعية وتجسد التعاون والتلاحم. ووجد الطلاب هنا متنفسا وفرصة لإبراز مواهبهم وصقلها. المركز الصيفي هنا علم الطلاب التسامح، الإخاء، لم الشمل، التوحد، علمهم المهارات الفنية التقنية، الرياضة. وجدنا المتاورة أول كرة القدم وكرة السلة ولعبة التنس والأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية. وجينا لهنا لقينا نتعلم الثقافة والأناشيد ونتعلم كيف نكون قادة ونتعلم الكثير منها. وجدت هذه المراكز الصيفية لخلق وعي لدى الشباب وحمايتهم من آثار الفراق السلبية وتحصينهم من الأفكار الضالة والرجعية للقوى المتطرفة وفي مقدمتها الفكر الحوثي. من الساحل الغربي شرف الشمري، اليمن اليوم.